أبدأ معك بشير، يبدو أن المعارك مستمرة وعمليات الاشتباك مستمرة أيضا في مخيم جباليا ولربما أيضا في النصيرات بالإضافة إلى رفح. ما آخر التحديثات؟ تحية لك همام. وبالفعل كما أشرت، العمليات الإسرائيلية ضد هذه المحاور جباليا والنصيرات ورفح لا زالت بوتيرة متصاعدة، حيث تقوم المدفعية الإسرائيلية وكذلك الآليات المتوغلة في جباليا وكذلك في رفح بمواصلة قصفها وإطلاق نيرانها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، هذا بالإضافة إلى الغارات المكثفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه تلك المناطق. إذا ما تحدثنا عن جباليا، فقد قصفت هذه الطائرات قبل قليل منزلا يعود إلى عائلة الفقيه، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، فيما لا زالت أيضا تشن هذه الطائرات غارات على عدد من المناطق في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة. المنطقة الوسطى والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات والمنطقة الشرقية لمخيم البريج لا زالت أيضا تتعرض إلى إطلاق قذائف بشكل متواصل من المدفعية المتمركزة إلى الشرق بين قطاع غزة، وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، مثيرة حالة واسعة من الدمار في الأماكن المستهدفة. المحور الأكثر اشتعالا هو محور مدينة رفح، الذي تواصل الآلية العسكرية الإسرائيلية تقدمها باتجاه المناطق الوسطى وصولا إلى أطراف المناطق الغربية في هذه المدينة. الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة رفح من الناحية الشرقية، وصلت إلى المناطق الوسطى وبدأت بالوصول إلى الأطراف المنطقة أطراف المنطقة الشرقية والغرب مدينة غزة مدينة رفح في أقصى الجنوب. هذه الآليات تقوم بإطلاق نيرانها وقذائفها بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. تشارك هذه الطائرات كذلك الحربية في القصف. قبل قليل كان هناك استهداف منزلا في وسط مدينة رفح يعود لعائلة شعت، وهناك عدد من الشهداء والجرحى لا زالت طواقم الإسعاف تحاول الوصول إليهم وانتشارهم نظرا لكثافة النيران الصعبة في تلك المنطقة. طيب بشير، وكالة رويترز تتحدث عن أن قوات الاحتلال، دبابات قوات الاحتلال بالأحرى، وصلت إلى منتصف أو وسط مدينة رفح بالأخص أو تحديدا في واحد من أبرز معالم هذه المنطقة وهو مسجد العودة. هل يمكن لك تأكيد هذا الخبر؟ بالفعل الآلية العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى مخيم أو لوسط مدينة رفح وتحديدا بمحيط مستشفى العودة. هذه الآليات التي توغلت من المناطق الشرقية وكذلك بالآليات التي كانت تتواجد خلال الأيام الماضية بالقرب من بوابة صلاح الدين اتجهت باتجاه الشمال حتى وصلت إلى محيط مسجد العودة في وسط مدينة رفح، بالإضافة إلى الآليات التي توغلت وكانت تتواجد بالقرب من تلة زعرب وهي المنطقة الواقعة في المنطقة الغربية لمدينة رفح وتحديدا بالقرب من حي تل السلطان. توغلت إلى يعني هذا الحي منذ ساعة الصباح ومساء يوم أمس وعادت صبيحة هذا اليوم وتمركزت مرة أخرى في منطقة تل زعرب وهو يقع في وسط المدينة رفح من الناحية الجنوبية. هذه الآليات تقوم بإطلاق نيرانها وقذائفها بشكل مستمر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في تلك المناطق التي توغلت بها، بالإضافة إلى إطلاق النيران المتكرر من الطائرات المروحية وكذلك الزوارق الحربية باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهي منطقة مكتظة بالمناسبة بالنازحين الفلسطينيين. شكرا لك بشير جبر من خان يونس على كل هذه التفاصيل. هذا بالآن القدس المحتلة.